الكابتن عصام عبد العظيم مدرب حراس مرمى نادي الاتحاد السابق، كان متواجد في نادي الاتحاد واستقال، وكنت انا بتكلم في النقطه بتاعت كابتن عصام دي امبارح او اول امبارح، وقلت ان اول امبارح قلت ان كابتن عصام استقال، ان هو يعني اداره الاتحاد بدات تتكلم او تتفاوض مع حراس مرمى دون الرجوع لكابتن عصام عبد العظيم. فطبعا كابتن عصام كان حارس مميز جدا، لعب للمصر للاتحاد لانديه كتير، وكان من الحراس الكبار وحرس منتخب مصر فتره من الفترات. كابتن عصام ازاي حضرتك؟ يا كابتن كريم الله يسلمك. الله يخليك كابتن عصام، اخبار حضرتك ايه؟ والله يا كابتن كله خير الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وكده الله يخليك. يعني لسه كنت بتكلم في موضوعك، يعني استقالتك من نادي الاتحاد السكندري او رحيلك من نادي الاتحاد السكندري، وقلت بعد التفاصيل فحضرتك بقى تقول لنا السبب الحقيقي يعني او السبب الرئيسي. والله يا كابتن كريم يعني طبعا يعني انا طبعا يعني الكلام بقى كتير في الموضوع ده جدا، وانا يمكن يعني كويس جدا وفرصه ان انا اتكلم مع حضرتك على اساس ان احنا بقى ما بقاش الكلام في الموضوع ده تاني، على اساس برضه الناس تشتغل وانا برضه يعني خدت القرار بتاعي وبرضه اشوف مصلحتي ان شاء الله في حته ثانيه باذن الله. اكيد. فطبعا يا كابتن هو طبعا القرار يعني انا كنت في البدايه اول ما جيت نادي الاتحاد قعدت مع الكابتن عمر ومع الجهاز يعني على اساس ان احنا نختار حارس مرمى، وكان في القعده يعني اخترنا او كان الكابتن عمر عرض عليا اربع اسماء، كان من ضمنهم ابو جبل واحمد عادل عبد المنعم والعامر عامر ومصعد عوض. اي فيعني قلت له خلاص يا كابتن اي حد من الاربعه جوال كويسه ما عنديش مشكله في اي حد فيهم، اي جول هيبقى اضافه لنادي الاتحاد طبعا. ولكن بعد فتره اما جه الخواجه وقعد معايا قال لي تختار الحارس، فبلغت كابتن محمد عمر ان احنا عايزين العامر عامر. بعدها بفتره طبعا يعني طبعا انت عارف ان جه الهاني سليمان، وانا طبعا ما عنديش اي غضاضه في مع الهاني. هاني طبعا من الاجوان المميزه جدا يعني طبعا، ولكن احنا كنا مختارين حارس معين وكان خلاص يعني احنا انا اتكلمت على عامر، والحقيقه كان عامر اضافه كويسه لان العامر كان بيلعب في الفتره الاخيره، وكان كل يعني مشكلتي او يعني اعتراضي على الهاني انه بقى له اخر سنتين ما بيلعبش ماتشات بشكل ثابت يعني. فانا حبيت ان احنا نجيب الحارس اللي هو بيلعب ورجله في الملعب يعني. ايوه. دي كان من ضمن الحاجات. السبب الرئيسي طبعا يا كابتن كريم يعني الاكثر من كده طبعا، انا جيت يوم مباراه الزمالك لقيت كابتن محمد عمر في غرفه الملابس بيقول لي عصام معلش احنا عددنا كبير جدا في الدكه، فاكيد طبعا يعني مش هنلعب كلنا، فيعني انت راجل كبير وكده فهتقعد في المدرج وكده يعني. فقلت له ما عنديش مشكله خالص يا كابتن عمر، انا طبعا كان كل فكري المباراه تعدي بشكل كويس، والامور الصغيره دي اكيد انا يعني قرار رحيلي او مش رحيلي يبقى بعد المباراه على اساس ان انا برضو لازم يكون في لمه ولازم ما تعملش مشكله قبل مباراه كبيره زي كده. وفعلا انا عديت المباراه يعني طبعا هو جه بين الشوطين قبل ما نبدا قصدي المباراه بعد ما سخنت، فقال لي انا كلمت مراقب المباراه واستاذنت منه وهتقعد معانا ان شاء الله في الدكه. ايوه. فطبعا انا عديت الامور خالص وقعدت في الدكه وعديت الامر يعني. انما بعد المباراه طبعا حسيت ان الامور دي طبعا فيها اهانه بالنسبه لي، في عدم تقدير ليا، وانا الحمد لله يا رب العالمين انا بحترم نفسي وبحترم كل الناس، فقلت خلاص يعني بالشكل ده طبعا انا مش قادر اكمل مع نادي الاتحاد. وفعلا يعني رحت للدكتور مشالي هناك وحاولت ان انا اقابله، كان في ميعاد بيني وبينه بس ما وافقتش الحقيقه. انما طبعا ده نادي الاتحاد بيتنا، وانا بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا كابتن كريم، وان شاء الله تكون الامور افضل ويعملوا موسم كويس، وانا ما عنديش اي مشكله خالص في اي حاجه يعني كابتن. بشكرك كابتن عصام واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. ربنا يخليك ربنا يخليك. ويعني ان شاء الله في حاجه قريبه كده ولا لسه؟ والله لسه كابتن، طبعا انت عارف احنا في بدايه الموسم فكل الناس يعني اتسكنت، فربنا يسهل الحال ان شاء الله يعني. ان شاء الله. بشكرك كابتن عصام عبد العظيم طبعا مدرب حراس المرمى والحارس المميز طبعا السابق، وكان استقال من نادي الاتحاد السكندري. معايا كابتن محمد